طيب مبدئيا بإذن الله حابين نعرف كده مين هو الشخص اللي قدامكم ده، وإيه هي فارما كامب، وإيه هي فكرة الكامب وفكرة التريننج في الصيف، وإحنا ليه أصلا نعمل تريننج في الصيف وإنت جايبنا دلوقتي الساعة 11 بالليل يا دكتور جاي تقول لنا إيه والكلام ده كله. ده هنعرفه كده في أول 5 دقايق. في البداية أحب أعرفكم نفسي، معاكم دكتور محمد أشرف، أنا كلينيكال فارماسيست تخصص بيدياتريك. الحمد لله اشتغلت في مجال التدريس والتريننج في فترة يمكن أزيد من 6 سنين، درست أونلاين يمكن أزيد من 12 جامعة بفضل الله. وحاليا الصيف ده عامل كامب صيفي أنا ومعايا ستاف كبير الحمد لله اسمه فارما كامب. فكرة فارما كامب اتعملت يعني ده يمكن السيزون الثالث ليها، وهو هيكون أكبر وأضخم سيزون، فهتعرف كمان شوية ايه هي فارما كامب وازاي هتساعدك في التدريب الصيفي. طيب خلينا نعرف دلوقتي يعني انت محتاج ايه الاول عشان تتدرب، وايه اللي يخليك اصلا تذاكر في الصيف، يعني ايه الفكرة المرهقة دي. يمكن اغلب اللي في الميتنج من الاندر جراد، وفي ناس جراديوتس برضو ان شاء الله يستفادوا جدا معانا، فانا حابك الاول تكون عندك باشن ويكون عندك حتة الشغف او حتة الزقة اللي بتزقك عشان تعرف تتعلم حاجة جديدة تستفاد بيها لنفسك. أنا دايما كنت بقول إنك في صيدلة بتدرس المواد مفرطة، يعني أنت في سنة أولى بتدخل بتلاقي نفسك أخدت أورجانيك، أخدت أناليتيكال، أخدت بوتاني أو كوجنوزي، أخدت شوية مواد متفرطة. في سنة تانية وسنة تالتة بتبدأ تاخد الفارما، بعد كده بتاخد الفارماكوثيرابي، بتبدأ تدخل في شغل المايكروبيولوجي، بتلاقي نفسك مواد كتير جدا يا دكتور. طيب إحنا هنستفاد منها إيه وهنلم منها إيه؟ تيجي حضرتك عشان تشتغل أو عشان تطبق اللي أنت اتعلمته ده تلاقي نفسك نسيت. طيب هل وأنا اندر جراد وانا لسه ما اتخرجتش وانا في سنه تانية وانا في سنه تالتة اقدر اللي انا اتعلم حاجات تفيدني واقدر اللي انا اشتغل سواء في صيدليه سواء انزل حتى تريننج يا دكتور في مستشفى، سواء انزل تريننج ميديكال ريب او اشتغل في صيدليه وامسك شيفت واشيل شيفت لوحدي؟ هقول لحضرتك اه، بس بشرط واحد ان يكون عندك النولج الكافيه. اهم حاجه انك يكون عندك حته الضمير دي، انك بتتعامل مع مرضى. المريض اللي جاي يسألك عن معلومة في الصيدلية ده واحد حاطط ثقته فيك، فأنت أهم حاجة قصاد ربنا إنك تتعامل بالثقة دي. ما ينفعش كلمة تطلع من بقك أو معلومة ما تكونش trusted 100%، يعني جالك الصيدلية حاجة مش عارفها مش عيب تقول معرفش. وإحنا هنحاول في مدار الكورس بتاعنا أو في مدار الكامب اللي إحنا بقى فكرتنا نقلل كونسبت بتاع معرفش ده. هل هينعدم يا دكتور؟ مفيش حد ما بيعرف كل حاجة يعني حطها في دماغك دي، فاحنا بنقلل نسبة الايرور على قد ما نقدر ونزود النولج بتاع الصيدلي. هي دي غرض الكامب. بيزد على ايه؟ بيزد على جايد لاين. زي ما قلت لك انت بتعامل ربنا قبل ما بتكون بتعامل بيشنت، فانت لازم المعلومة اللي هتطلع من هنا دي تكون تراستد 100%. جرعة دواء واحدة ممكن تنقذ حياة واحد، وجرعة غلط ممكن تودي حياة واحد في داهية ويدخل العناية المركزة بسبب حضرتك. فخلينا متفقين مع بعض كده إن أي معلومة هنتعامل بيها في الكورس ده لازم تكون evidence based يا دكتور. طيب أنت قلت لي الميتنج اللي أنت عامله ده هتكلمني في كام حاجة كده، مش عايزين نرغي كتير. أول حاجة يا دكتور، إزاي أتدرب في الصيدلية؟ هحكي لكم تجربتي الخاصة. أنا نزلت صيدلية من سنة أولى، تمام؟ كنت بقى حماس شباب وكده قبل ما اعرف حاجه خالص، فيعني الحمد لله يعني خبره في الصيدليات يمكن داخل في ال10 سنين اهو، ما يغركش ان شكلي يبان عليه صغير يعني. فنزلت اول حاجه طبعا انا ما كانش فيه فكره الاونلاين، ما كانش فيه فكره ان حد اكبر مني يقول لي اعمل كذا وكذا وهات الكتب دي وانك تدور في ريسورس كذا وانك في حاجه اسمها مونوجراف للدواء وان في حاجه اسمها دوز كالكليتر والكلام ده. الكلام ده انا جاي اعلمه لك النهارده بقى عشان ما تقعش في الغلطات اللي وقعت فيها زمان وانا في اولى وتانية كليه، واللي لغايه دلوقتي في ناس بتقع فيها لما بتنزل تريننج في الصيدليات. اول حاجه رحت سالت الدكتور، يا دكتور اعمل ايه او اتدرب ازاي؟ قال لي بص، انت هتنزل كل يوم تاخد لك رف وكل يوم تذاكر الرف ده. فنزلت اول يوم مسكت ورقه وقلم، طبعا انا يعني ايه
تايه في بحر العلم زي ما بيقولوا كده، مفيش صوت عندي يا محمد. طيب هل مفيش صوت عند باقي الناس ولا الصوت بس عند محمد؟ لا الصوت واضح يا دكتور. لا تمام يا دكتور. اوكي تمام. طيب معلش استأذنك بس تتأكد ان السبيكر عندك تمام. فزي ما قلت لك مسكت بقى الايه ال تعلي صوتك شوية عشان الصوت واطي بس شوية. صوتي، والله ده انا معلي صوتي على الاخر. حاضر هعلي صوتي تاني. عارف بس انك كده اهو بصي حسناء دخلت قالت لك الو على طول. طيب فزي ما قلت لكم مسكت بقى ايه دفتر، نزلت صيدليه ورقه وقلم، هات كل الرفوف اللي على الصيدليه. اول يوم حسيت ان انا طاير من الفرحه، ده انا عرفت ان الدواء ده بيعالج كذا، وكل شويه بقى امسك علبه الدواء، دكتور هي دي بتاعت ايه؟ يقول لي دي بتاعت كذا، تمام ده بتاعت كذا. طب بيتاخد كم مره؟ بيتاخد ده 3 مرات يا محمد شاطر. طب ودكتور العلبه دي بتاعت ايه؟ ده مضاد حيوي. طب بيتاخد ده بيتاخد لمده اسبوع يا محمد شاطر الله ينور. بعد فترة صغيرة بعد شهر قدرت اللي أنا أقف في الصيدلية، ودي كانت بالنسبة لي حاجة وحشة جدا. ليه؟ لأني حسيت إن مفيش فرق ما بيني وما بين الأسيستنت، وده يمكن أنتوا بدأتوا تحسوه الناس اللي نزلت التدريب بدري شوية. ولقيت الأسيستنت عارف إن الدواء ده بتاع الإسهال بيتاخد 3 مرات في اليوم، وأنا عارف إن الدواء ده بتاع الإسهال بيتاخد 3 مرات في اليوم. إيه الفرق؟ اللي كان بيقول لي أنت بياع، انا كنت ماشي كنت بزعل، انا لسه في سنه اولى لسه بقول لك كنت بزعل. بس لما افكر اقعد طول الليل كده ما بيني وما بين نفسي، طب ما انا فعلا بياع، واحد بيقول لي يا دكتور ناولني مش عارف ايه، بجيب له علبه الدواء، اتفضل علبه الدواء بكام، طب ما فيش خصم، طب دي بتتاخد كام، شكرا على كده. لغايه بعد كده بدات ادور الحمد لله، بدات اعرف ان في مصادر، بدات اعرف اللي انا اتعلمته في سنه اولى ده اتمحى من ذاكرتي، اتنسى، ويعني و90% من المعلومات اللي انا واخدها كانت يعني قشور معلومات. في يقول لك انك كل ما يبقى عندك المعلومه كل ما ثقتك في نفسك بتقل. انت طول ما انت المعلومه مش عندك انت عندك ثقه في النفس عاليه قوي، انت عندك معلومه الانتينال بتاع الاسهال، جالك واحد يا دكتور عندي دور اسهال خد انتينال، عندي مش عارف ايه خد انتينال، دي المعلومه اللي حضرتك حفظتها النهارده. يجي واحد عنده فيرال انفكشن، بكتيريال انفكشن، ممكن يكون الدايريا اللي عنده ساين لحاجه تانية خالص، ممكن يكون داخل على دي هايدريشن يجي له جفاف ويموت، وانت حضرتك خد انتينال. ليه؟ عشان انت عرفت معلومه ان الانتينال بتاع الاسهال، ودي كانت كارثه. فانا مش عايزكم تقعوا في كده، فده الطريق الغلط، انا بقول لك الغلط قبل ما اقول لك الصح. ده اللي انت ما ينفعش تعمله. ما ينفعش تقعد تمسك الادويه الفابيتيكال، النهارده هاخد الادويه اللي بحرف الايه، بكره هاخد الادويه اللي بحرف، انت كده بتضيع نفسك مش هتجمع. طيب يا دكتور ازاي اجمع الادويه؟ ازاي يكون عندي النولج الكافيه اللي انا اجمع كل حاجه بقى وابقى جامد، سواء في الصيدليه سواء في اللي انا هنزل مستشفى سواء اللي انا هنزل كلينيكال، وخصوصا اللي انا هدي لك باذن الله في الكورس خبره كلينيكال، بصفتي الحمد لله شغال كلينيكال واشتغلت في السيفس في التحضيرات اللي هي الاي في انفيوجن والتي بي ان والكلام ده كله. فانا هدي لك الاكسبيرينس دي كلها وهلخص عليك تعب كتير جدا وتدوير في مصادر كتير جدا عشان انا مش عايزك تتعب. طيب بص يا سيدي، اول حاجه قسم الادويه زي ما جسمك متقسم. يعني ايه؟ لما حد بيعمل دواء هل هيقول لك انا عامل ده بحرف الايه وحرف البي؟ لا، هو بيشوف السيستم بتاع جسمك ايه والديزيز اللي بيحصل ايه، وبيعمل الدواء اكوردنج للديزيز. ده طريقه مذاكرتك. يعني ايه؟ يعني تفهم سيستمز جسمك، الريسبيراتوري سيستم، الجي اي تي، سي ان اس، اي سيستم في جسمك متكون من اورجن. اعرف بعد كده الاورجن الفانكشن بتاعتها ايه. يعني باذن الله هنتكلم مثلا في الكورس عن الهايبرتنشن، لا انا عايزك تعرف يعني ايه اصلا هايبرتنشن، يعني ايه اصلا بلاد بريشر، يعني ايه ضغط الدم، يعني ايه لما اقول لك ضغط 120 على 90 او 120 على 80، ايه ال 120 وايه ال 80؟ كل حاجه اسال نفسك ليه، وليه ال 120 ده نورمال وال 80 ده طب ليه مثلا 130 على 90 في ناس اقول لك نورمال وناس تانية اقول لك لا مش كل حاجه احط عليها كويستشن مارك. دي طريقتك الصح انك توصل لمعلومه تراست، انك تسال نفسك في كل ستيب ليه؟ اشمعنى؟ وكل حاجه اوعدك انك هتلاقي ليها اجابه، لان العلم
مش ناقص، العلم كامل طبعا، يعني مش كامل 100% لان في حاجات ما وصلنا لهاش، بس لازم تاخد اللي احنا واصلين له على الاقل لغايه دلوقتي تكون ابديتد بالمعلومات اللي موجوده. دي حاجه عرفت يا دكتور سيستمز جسمي شغاله ازاي، اعرف بقى الباثوفسيولوجي، اعرف امراض الجسم. مثلا احنا عرفنا يعني ايه بلاد بريشر، عرفنا الضغط يعني ايه كلمه ضغط ويعني ايه 120 ويعني ايه. طب اعرف بقى الديزيز لما بيحصل، الهايبر تنشن، الضغط، الضغط على، طب هو الضغط على ليه؟ ايه اللي حصل بقى في الجسم؟ ايه اللي حصل في الكارديو فاسكولار سيستم الباثوفسيولوجي اللي علل لي الضغط؟ خلاص عرفت ايه اللي حصل، ايه الخلل او الديس اوردر، عرفت سببه. طب ما انت عرفت السبب، عرفت العطل، تقدر بعد كده تدخل على الايه، على العلاج. ففكرة انك تحفظ دواء ده بتاع ده وده بتاع ده، ده اكبر غلط حضرتك بترتكبه في حق نفسك وفي حق البيشنت اللي بيجي لك. انت تكون فاهم الديزيز، فاهم الباثوفسيولوجي بتاع الديزيز، وفاهم الدراج بيعالج الديزيز ازاي، وهو ده مدخلك بقى للفارماكولوجي. انت عرفت الدراج، ادخل لي بقى في سكة الفارماكولوجي، الدراج ده الميكانيزم بتاعه ايه، الدراج ده هيعمل ايه في الجسم. فانت خلاص عرفت الدراج ده الميكانيزم بتاعه كذا كذا كذا، شغال على ريسبتور كذا. خش لي في الفيز الرابعه، فيز الفارماكوثيرابي. والفيز دي في ناس كتير اتعرضوا لها منكم وفي ناس لسه يعني ما وصلهاش شويه. وخلي بالكم ماده الفارماكوثيرابي او اللي بتدرس في الكليات باسم الثيرابيوتكس او الفارماكوثيرابي من المواد المكروهه للاسف. ليه؟ لان هما بياخدوها حفظ، وهتكتشف انك لما تطلع لسوق العمل او لو هتشتغل كلينيكال ان هي مش حفظ، هي بتيجي بالممارسه بلس بيبقى معاك جايد لاين، تبقى طول اليوم في المستشفى لو شغال كلينيكال ماسك التابلت بتاعك او ماسك الايباد او ماسك موبايلك على الاقل، بتطلع منه الايه، الجايد لاينز اللي بتمشي عليها، وهتعرف برضو ازاي تطلع الجايد لاينز وازاي تمشي على الجايد لاين. يعني ايه جايد لاينز؟ يعني ايه فارماكوثيرابي؟ حضرتك عرفت مثلا ان ادويه الضغط سي يعني بضرب مثل، عندي مثلا 10 12 كاتيجوري، مريض عنده ضغط، مش احنا قلنا هنسال نفسنا ايه ليه؟ دكتور كتب له مثلا يا دكتور كونكور، ومريض تاني دكتور كاتب له حاجه فيها ليزينوبريل او كاتب له كابوتين، دكتور تاني دكتور واحد كاتب له مثلا دكتور سوري كاتب له واحد دواء من عيله الكالسيوم شانل بلوكر، واحد تاني مكتوب له دايوريتك. ايه اللي خلى ده يتكتب له ده، وايه اللي خلى ده يتكتب له ده، وايه اللي خلى ده يتكتب له ده؟ هتعرف بقى ان لو ديابيتك انسب حاجه ليه كذا، ولو ديابيتك وسنه مش عارف تحت ال 65 انسب حاجه ليه كذا، ولو ديابيتك ومعاه مش عارف ايه يبقى سنه كذا، معاه ايديما يبقى ياخد كذا، معاه مش عارف ايه يبقى ياخد كذا. هي دي الفارماكوثيرابي. يبقى انت دلوقتي قلت لي لما تيجي تذاكر هتمر بكام فيز؟ اربعه فيزز. اول فيز افهم جسمك، افهم الفسيولوجي، افهم الباثوفسيولوجي، افهم الدراجز والميكانيزم اوف دراج. بعد كده خش لي في حته الجايد لاين والفارماكوثيرابي، واخر مرحله انك تخش لي بقى في حته الايه، الدراج دراج انتر اكشن. تعرف الدواء ده، ما انت خلاص فهمت الدواء والميكانيزم، هل الدواء ده بقى كومباتيبل مع كل الناس، متوافق مع كل الناس، هي هيمشي معاها الدواء ده، ولا في بعض الناس لازم نعمل لها دوز ادجاستمنت؟ حد بيغسل كلى اكيد مش جرعته هتبقى زي جرعه الشخص السليم. اتفقنا يا جماعه؟ جماعه انا عايزكم يعني تفتحوا المايكس وتتناقشوا معايا كده ديسكشن حوالي 5 دقايق قبل بقى ما ندخل في جزئيه ازاي تدور في المونوجراف وازاي كده. يبقى احنا عرفنا هنتعلم ازاي، دي اهم حاجه انك تكون حاطط نفسك على الطريق الصح. انا حابب اسمع منكم ايه المشاكل مثلا اللي ممكن تقابلكم في الصيدليه، او ايه الحاجات اللي انتوا حابين تركزوا عليها، او هل كله حابب يشتغل في صيدليات، ولا في ناس حابه تسلك حته الكلينيكال والمستشفيات والان بيشنت والاوت بيشنت والجو ده. فافتحوا كده ونعمل ديسكشن 5 دقائق. نبدا باول سؤال، ايه المشاكل اللي قابلتكم، او في ناس شغاله، او في ناس جراديوتس معانا، ولا كلكم اندر جراد؟ لا احنا اندر جريد. اندر جريد اوكي. انا مفروض اتخرجت الترم ده، تمام يا دكتور. تمام. طيب انت اتخرجت ما شاء الله، الف مبروك. طيب يا جماعه، الناس اللي اتخرجت او الناس اللي في اخر سنه او الناس اللي نزلت صيدليات، ايه المشاكل اللي قابلتوها مثلا، او ايه حسيتوا انكم محتاجين تعرفوه اكتر عن الدواء عشان تبقوا اكسبرت اكتر، او يبقى عندكم حته ان انكم تراستد ان البيشنت يجي ياخد منكم المعلومه مثلا؟ المشكلة إن الواحد ممكن
يكون عارف كل حاجة عن الدواء بس بيقعد ينسى. يعني حضرتك بتقول drug drug interaction، ممكن أكون حافظة drug drug interaction بس بنسى، تمام فده بيقلل التراست عندي شوية وأنا بتعامل مع البيشنت. اوكي تمام كويس. انا حابب اسمع المشاكل عشان نفوكس على مشكلة مشكلة واقول لكم تحل ازاي. يعني تمام تمام محتاجوا خبرة وأقل حاجة يقول لك سنة. عندك انا هجيب خبره منين؟ انت مش مديني مساحه اصلا ان انا انزل. حق تمام وبرضه ان يكون في حد في الصيدليه يكون مش دكتور، بيتعامل معاك بطريقه مستفزه جدا، لمجرد ان هو مش يعني بيكون في شويه نفسنا، فبالتالي بيئه العمل نفسها بتكون مش مريحه، فبتخليك مش تستمر في المكان فتره طويله. يعني شهر وتزهق وتجيب اخرك تمشي وتجيب لمكان تاني، بتقابل نفس المشكلة تاني لما تروح لصيدلية تانية. بصي، هو للأسف الشديد يعني يؤسفني أقول إن عندكم حق، فبس هتكلم في نقطتين. أول نقطة إنكم مثلا مش لاقيين صيدليات، فدي بتكون على حسب المكان. يعني أنا دايما بنصح إنكم لو حابين تنزلوا تريننج في صيدلية اختاروا حاجتين. صيدلية أول حاجة تكون صيدلية شغالة، صيدلية أهلية، فيها أو تي سي وفيها أدوية بتطلع كتير. تاني حاجة صيدلية يكون فيها دكتور. دي هتيجي منين؟ بتيجي يا إما بالمعارف، يا اما نازله تريننج مثلا تبع كورس، او منزلك تبع صيدليه عارفاه، او تريننج تبع الكليه، او حد صاحبك مثلا من دفعه اكبر ولا حاجه شغال في الصيدليه فبتنزلي معاه تتعلمي منه. بتيجي على السكيل دي، وانا باذن الله هحاول اوفر لكم فرص تريننج برضو في صيدليات، او باذن الله شركات، والفرص اللي هتيجي قدامي يعني هسعى على قد ما اقدر اللي انا انزلها لكم على الجروب. اوكي. نقطة تانية، فكرة إن بيبقى مفيش صيدلي في الصيدلية، دي راجعة لكم. يعني أنا دايما بقول يا شباب، أنا الصيدلية اللي أنا عارف اللي مش قاعد فيها صيدلي واللي مش هيعلمني صيدلي ما انزلش فيها، إما أنزل في حالة واحدة اللي أنا مش لاقي غيرها تمام، وهتعلم سيلف ليرنينج. يعني أنا نازل الصيدلية جاست اللي أنا بأوبزرف الأدوية، بكون نازل الصيدلية فترة معينة أخد اللي أنا عايزه واتعلم مع نفسي في البيت، سواء بقى في كورسات اونلاين، سواء هتجيب كتب، سواء على الجروبات، سواء ابليكيشنز، سواء وما تاخدش معلومه من الاسيستنت وما تسالوش عن حاجه، حتى لو حاجه قد كده سعر دواء ما تسالش عليه. انت نازل حتى ما يبقاش ليك تعامل مع البيشنت، لو التعامل مع البيشنت ده هيعمل زي كلاش ما بينك وما بين الاسيستنت والجو ده، لا لا لا، فضي دماغك خالص. انت نازل تتعلم، نازل تشوف الادويه، جات لك فرصه استغلها، ما تاخدش معلومه من الصيدليه، خلي الصيدليه ده اللوكيشن بتاعك اللي انت بتجيب منه المعلومه. تمام. في دكتور مينا كاتب ان الناس ما بتثقش في الصيدلي، هقول لك ليه. انت اللي تقدر تخلي البيشنت يثق فيك وبيشنت ما يثقش فيك. انا مثلا جالي واحد قال لي يا دكتور هات لي مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، قلت له من عينيا، وفي ناس فاكره الشطاره ان هي تجري تجيب الدواء اسرع ما نعرفه وكده، جبت كميه ادويه، تفضل الادويه بتاعتك، عملت لك مش عارف خصم وكتبت لك على الادويه واديتها لك، هو كده مش هيثق فيك. حتى انت وقت ما تيجي تدي له معلومه بعد كده مش هيثق فيك. انت اللي بتفرض نفسك على البيشنت، مش البيشنت اللي بيفرض نفسه عليك. انت اللي بتفرض شخصيتك، مش البيشنت هو اللي بيفرض شخصيته. وخلي بالك ده في اي مهنه، حتى الدكاتره البشري. في بيشنت يروح لدكتور ما يدلوش فرصه يتكلم، وفي الاخر يطلع يقول لك ده دكتور ما بيفهمش حاجه ويشتم في الدكتور. ليه؟ الدكتور معلش ما فرضش شخصيته على البيشنت. انا مش عايزك تبقى كده، انا عايزك انك تدخل البيشنت جاي لك بياخد حاجه قد كده، لما يلاقيك بتساله في حاجات، يعني مثلا داخل ياخد مسكن باي بروفينيد مثلا ما ينفعش مع الحوامل، فانت بتساله طب ما تروحش بقى الراجل تساله حضرتك حامل ولا لا، بلاش يا جماعه كل حاجه ناخدها كده، فاهمني؟ فايه تساله الدواء ده هيتاخد لي في ميل، طب لو هيتاخد لي في ميل في حمل هيقول لك ايه ليه يا دكتور، ما احنا طول عمرنا بناخده. حته بقى طول عمرنا بناخده ومحدش كلمنا، انت هتقول له لا حضرتك ما انا دوري اقول لك ان الدواء ده ما ينفعش مع الحوامل مثلا لانه بيعمل واحد انت تقول ايه ده بجد، ده انا في فلان اعرفها وبتاع، ويبدا السمعه تنتشر ان الصيدليه دي فيها دكتور شاطر. يجي لك هو اخد تراستابيلتي منك، انت مثلا روجيتا جات لك فيها جرعه غلط، هتقول له بص اهم حاجه الاسلوب برضو،
مش خلي بالك الدكتور اللي انت كاتب لك الروجيتا ده فيها غلطه، تقول له بص هو في بس تعديل بسيط ممكن نرجع للدكتور، او انت حضرتك تاخد رقم الدكتور وتتصل بيه. ده خلي بالك من دورك كصيدلي، يعني انت كصيدلي انت حلقه الوصل ما بين البيشنت والفيزيشن. انا عارف ان في فيزيشنز بيرفضوا المكالمات ويرفضوا مش عارف ايه، بس انت مهمتك انك توصل اللي عليك وتأدي الرساله اللي عليك. طيب من المسجات اللي جات لنا دكتور منار بتقول عايز الصيدليه احط بصمتي، عندي اختلاف عن باقي اللي معايا من عينيا. حاضر، انا لسه داخل تانية ونزلت اسبوع تدريب، المدير بتاعتي بدأت اتعلم، مش عاجب المدير في الصيدليه وشغال في الصيدليه ناس حقوق. بصي، لا ما تستعينيش بحد حقوق ولا تستعيني بحد من اي كلية تانية. يعني انا حتى الكورسات اللي بعملها بتبقى الدخول ليها بالكارنيه للصيدلي او للمتخرج، ما بدخلش الكورسات بتاعتي اي حد من الصيدلي. ليه؟ لان برضو مش ما ينفعش احنا يا جماعة، يعني مع احترامي والله لكل الكليات، بس انت ما ينفعش تفتي في القانون. يعني عندي مشكلة في القانون، عليا قضية، مش هروح لصيدلي استشيره. نفس الكلام بيشنت عنده مشكله مش هيروح لبتاع حقوق. فانت لو حاسه انك مش هتعرفي تتعاملي مع البيئه دي، انا ما بقول لك سيبيها، لا انزلي وخدي اللي انت عايزاه من الصيدليه وسيلف ليرنينج مع نفسك، وما يكونش فيه احتكاك وما تتعلميش منهم حاجه. زي ما قلت لك الصيدليه بالنسبه لك هيبقى مكان تطبقي فيه اللي انت بتتعلميه في البيت، ازاي اطور من معلوماتي. بص يا جماعه، فكرة ازاي نطور وازاي نتدرب والكلام ده وازاي تكوني مختلفة، هي دي فكرة فارما كام، فكرة كونتنت الكورس نفسه بقى. تمام، فاحنا عندنا كونتنت الكورس، تعالوا كده. طيب بما ان احنا فتحنا الموضوع ده، يعني انا كنت حابب الاول ناخد جزئية. حاضر حاضر دكتور نيال، دلوقتي ما خدتيش فارما ونزلتي الصيدلية، ايه افضل طريقة استفاد بيها من الصيدلية؟ طيب سنة أولى بنزل تدريب، دكاترة بدأت صغيرة، محدش فيهم بيديني أي معلومة. طب بقول لكم إيه، أنا كنت هبدأ كلام عن المونوجرافس والأدوية والإنتراكشن وكده، هنتكلم على ده برضو في الميتنج، بس خلينا طالما إحنا أخدنا نقطة إزاي نطور من نفسي وأذاكر إزاي والكلام ده، نتكلم على فكرة الكورس دلوقتي، أوكي؟ عشان نبقى إيه، اختصرنا وقت، عشان برضو الناس أنا نازل صيدلية مع حد من الصيدلي بس خبرته كبيرة كصيدلي. هو طب انا راضي ذمتك يا دكتور حسام، ازاي نازل مع حد مش صيدلي وخبرته كبيرة كصيدلي؟ الجملة مش ميك سنس خالص. يعني انت نفسك هتحس ان صح ولا لا؟ يعني ما ينفعش تاخد منه معلومة يا جماعة، والله العظيم زي ما قلت لك، انت حتة خبرته بقاله اكتر من 20 سنة، والله لو بقاله 40 سنة لا هيكون عارف فارماكوثيرابي ولا هيكون عارف دراج دراج انتر اكشن. بقول لك احنا ككلينيكال فارماسيست بنقعد مع الفيزيشنز كل يوم، بنشوف سندرومز جديده وبنتناقش في جايد لاينز جديده والحاجات الابديتس والكلام ده. يعني احنا كصيادله وبقالنا كذا سنه شغالين وعندنا خبره ومتخرجين من كليه صيدله، ما ينفعش يعني كميه الثقه اللي بتبقى عندهم وتتعلم على ايد من الصيدلي، مش هيبقى في فرق ما بينك وما بينه بعد كده. وفي الاخر بيتقال احنا اللي بنعلم الصيادله. في مشكلة في الروجيتات؟ لا لا، سيبك من مشكلة الروجيتات يا هيما، دي مش مشكلة أصلا. يعني هقول لك ليه، لأن هي دي بتيجي مع الممارسة، يعني ما لهاش حل دي غير ممارسة، إنك عينك بتاخد على الروجيتات اللي بتتكرر وخلاص. لسه طالبة إزاي أحفظ أسامي الأدوية والأدوية صعبة. طيب خلاص بقى، نوقف أسئلة دقيقة وناخد فكرة الكورس. كل الأسئلة دي كلها هتتجاوب عليها حالا، ويت بس هفتح لكم الشير سكرين عشان تشوفوا الكونتنت بإذن الله اللي هيتعرض. لحظة، هفتح لكم الشير سكرين يا شباب. جماعة حد عارف الخمس طرق الأساسية اللي قلتها لكم في أول السيشن عشان نتدرب صح؟ قلت ما تحفظش أسامي أدوية، ما تاخدش حاجة مسلم بيها، بلاش تحفظ الرفوف والأسماء التجارية والجو ده.
ايه هما الفايف ستيبس اللي هنمشي عليهم في التريننج؟ حد فاكرهم؟ خلينا فان احنا ناخد كل سيستم ناخد يذاكر كل كويس. سيستم نعرف ايه فيه الاول. فسيولوجي، انا فسيولوجي بعد كده باثوفسيولوجي، الميكانيزم الفارماكولوجي. تمام، الميكانيزم بتاع الدروب والدروب دروب انتراكشن. الله ينور. دي الطريقة اللي هتمشي بيها تدريب في الصيدلية. هتقول لي يا دكتور هقعد احفظ، هتقول لي يا دكتور هقعد اجيب اسامي مواد فعالة وفي سكتش والكلام ده، حضرتك بتضيع وقت لان كل اللي هتحفظه هتنساه ومش هيكون عندك معلومة. انا ما يهمنيش لو نسيت اسم مادة فعالة، سوري، ما يهمنيش ان نسيت اسم مادة تجارية، بس اللي هزعل منه لو نسيت اسم مادة فعالة. طيب احنا هنطبق الفايف ابروتشز دول على الكورس بتاعنا اللي هو فارما كامب. تعالوا كده نفتح الشير سكرين ونعرف الكورس هنعمل فيه ايه بالظبط. لو الشير سكرين بس فتحت عرفوني. يعني شغالة يا جماعة؟ تمام يا دكتور. ايوه شغال. طيب الله ينور. بصوا الكورس بتاعنا انا يعني مفصله، هو مش كورس او تي سي. اللي هيقول لي ده كورس او تي سي، بصوا هنزعل من بعض. ليه؟ لان كورس الاو تي سي الدرجة في المجال، طبعا مع احترامي ان في دكاتره كبار جدا عامله حاجات محترمه، بس الاغلب، بتكلم على الاغلبيه، يقول لك المرض وعلاجه، عندك كحه مش عارف خد كذا، كحه ناشفه خد كذا، كحه بلغم خد كذا، مش عارف ايه خد كذا. ده حضرتك كده ما تزعلش لما يتقال عليك بياع. ليه؟ لان اي حد جبته بيعرف شويه انجليش، هيحفظ شويه المعلومات، ده في مذكرات كمان وملخصات والكلام ده، حضرتك انت كده بتضيع نفسك. زي ما قلت لك انت كده مش دكتور، انت كده بياع. انا عايز حضرتك يكون عندك النوليدج اللي تبني بيها، اللي باذن الله وقت ما تحب تشتغل كلينيكال، وقت ما تحب تعمل دراسات عليا، وهقول لك ازاي تشتغل كلينيكال للناس اللي بتسالني، يبقى عندك البيز ده. طيب اول حاجه الكونتنت بتاعنا زي ما انتم شايفين متكلم على حوالي 13 سيستم، هم اكتر من كده بكتير، بس انا دول المين 13 سيستمز. كل سيستم في مجموعة ديزيز. طب زي ايه؟ تعال نشوف مثلا الريسبيراتوري تراكت. الريسبيراتوري تراكت مثلا يا دكتور في الكورس هتشرح لنا فيه ايه؟ هقول لك امراض الجهاز التنفسي. اشهر مرض بيجي للجهاز التنفسي هشرح لك الازمة، هشرح لك الكاف بانواعها، هتعرف ازاي الكحة بتحصل، علاجات الكحة ايه، ميكانيزمات الكحة، ميكانيزمات الادوية بتاعة الكحة، الدراج دراج انتر اكشن، ايه اللي ينفع للاطفال، ايه اللي ينفع للكبار، ايه الماكسيمم دوز، ايه اللي ينفع اخده، ايه اللي ما ينفعش اخده. ده كده بالنسبه للكف. هتلاقيني بشرح لك حاجه اسمها السي او بي دي. حد عارف سي او بي دي اختصار ليه يا شباب؟ كرونيك اوبستراكتيف بولمونري لانج ديزيز، كلمه ضخمه كده، من امراض الجهاز التنفسي. هتلاقيني بشرح لك مثلا الراينايتس، هتلاقيني مثلا بشرح لك حاجه اسمها الكومن كولد، وهنعرف ايه الفرق بين الكومن كولد والانفلونزا والراينايتس، الثلاثه توائم جنب بعض. كل حاجه من دي بفصصها لك بالخمس طرق اللي انا قلت لك عليهم. تعال نمشي بقى على مدار شهرين ونص او 3 شهور الصيف المتبقيين، بمدار تقريبا كل يوم او كل يومين بينزل لك فيديو بالمنظر ده، حاجات الجي اي تي ديس اوردر، الدايريا والكونستيبيشن والجاسترو انترايتس والجاوت، مشاكل الجي اي تي كلها، مشاكل الكارديو فاسكولار يا دكتور. طب الكارديو فاسكولار هناخد ايه؟ هناخد مثلا الهايبر تنشن، الهايبر ليبيديميا، هناخد الكونجستيف هارت فيلير. تمام، هتعرف حاجه اسمها الايجكشن فراكشن. طب تعالى يا دكتور هناخد الديابيتس، هتعرف انواع السكر، انواع الديابيتس اللي هي تايب 1 وتايب 2 والديابيتس انسيبيدس اللي هو السكر الكاذب، وهتعرف ان في مرض سكر وما بيتعالجش بالانسولين اصلا، ومريض سكر وما بيكونش عنده اصلا مشاكل في البنكرياس، وهتعرف ايه هي الدراجز بتاعتها، وهتعرف انواع الانسولين، وازاي كمان تظبط جرعه الانسولين، وهتعرف حاجه اسمها البولس والدوز والمينتننس وكلام كبير قوي. الرينال ديس اوردر، مشاكل الكلى، هتعرف يا دكتور ازاي نعمل رينال ادجستمنت، هتعرف حاجه اسمها الكريات والكرياتينين كليرنس وازاي تحسبه، وفي كالكوليترز للكلام ده، وازاي وايه هي انواع الرينال ديس اوردر، في حاجه اسمها الاي كي اي اكيوت كيدني انجري، وفي حاجه اسمها السي كي دي كرونيك كيدني ديزيز، والاي كي اي في انواع والسي كي دي في كمان انواع. شفتوا الدنيا واسعه ازاي؟
انت عايز تقول لي انك لو حفظت الدواء ده بتاع ده هتلم بالطريقه دي، او انت كل ما بتتعمق اكتر كل ما بتحس ان في بحر كده فايتك. الفكره بقى انك تجمع الدنيا دي كلها، السي ان اس ديس اوردر، مشاكل الجهاز العصبي، الابيليبسي، الصرع. هتعرف ان الصرع ده في انواع كتير منه، من ضمنها في انواع المريض اصلا ما بيتشنكش، يعني المريض ممكن يكون مفتح وقاعد كده، ودي شفتها بعيني في المستشفى، ويعني حصل فيها زي ميس دايجنوز ان ما كانش معروف ان ده صرع. البيشنت قاعده كده وبعد كده بتسرح، بعد كده بتفوق تاني، ده صرع، دي حاله صرع. واتناقشت مع دكاتره وعملت اي جي وفعلا طلعت نوع من السيجر اسمها البيتيت مال سيجر، هنتكلم عنها برضو بالتفصيل باذن الله. الاوتو اميون ديزيز، امراض المناعه، هتعرف ان في امراض المناعه بتهاجم الجسم. طيب زي ايه الامراض دي؟ حد عارف مرض من الامراض المناعيه؟ الايه؟ كرونز. تمام، عندكم مثلا الروماتويد، الله ينور. حد سمع عن مرض اسمه الام اس؟ ده انا شفته بعيني، حاجه اسمها المالتيبل سكليروزز، لو سمعتوا عنها، وبدات تنتشر جدا. ولقينا المالتيبل سكليروزز ده شباب ان الحاله الاعصاب بتاعتها، خلايا المناعه بتاكل في الاعصاب، حرفيا بتاكل في الاعصاب، بتنهش فيها. ده كده المالتيبل سكليروزز، وبيبدأ الشخص يجي له شلل وقصص كبيرة هنتكلم عنها وعن العلاجات بتاعتها والكلام ده كله. الديرماتولوجي، حبايبنا البنات اللي بيحبوا مشاكل الجلدية، الحبوب، الأكني، حمو النيل، السورايسيس اللي هي الصدفية، والعلاجات والكورتيزونات التوبيكال ومشاكل الجلدية، عاملين تشابتر كامل عن الجلدية وحاجات الكوزماتكس. الانتيبيوتكس، ده احنا، طب ما احنا يا دكتور درسنا انتيبيوتكس في الكلية. هقول لك لا، الانتيبيوتكس اللي هتدرسها معايا غير اللي في الكلية. ليه؟ لان حضرتك في الكليه كنت بتاخد الانتيبيوتيك ده بيعالج واحد اتنين تلاته، لا انا عاكسها لك، جايب لك المرض ده ايه الانتيبيوتيكس بتاعته، وهعمل لك تجميعه كده للانتيبيوتيكس باذن الله زي ورق كده A3 هيتبعت لك برضه في داتا الكورس. الاورال هيلث، الالسرز اللي بتطلع في البق والبكتيريا بتاعت البق والفانجال انفكشن والكلام ده. الوومن هيلث، الفاجينا والفاجينال ديسشارج والمينوبوز وادويه الهرمونات والكلام ده كله. الجاوت، النقرس، دي توبكس لغايه دلوقتي بيتضاف عليها في الكورس كل فتره توبكس جديده باذن الله. وفي اخر الكورس هيكون في سيشنز عن الميديكال ريب، سيشنز عن الكوميونتي فارماسي، سيشن عن الكلينيكال فارماسي، وبحاول ان انا اجيب لكم سيشنز باذن الله عن الاندستريال فارماسي. جزء الفارماسيوتيكال او الفارماكولوجيكال ده كله اللي هو الكورس كونتنت اللي قدامك ده، ده باذن الله انا هشرحه لك من واقع خبره. واجزاء بقى اللي هي التصنيع الدوائي والكلام ده، انا ما اشتغلتش في مصانع ادويه، فما اقدرش انا اللي اكلمك عن التصنيع الدوائي، وهيكون معانا دكاتره باذن الله شغاله في مصانع هي اللي هتفيدكم في الموضوع ده. ده كده الكورس كونتنت. انا حاليا بسعى كمان اللي انا اجيب الناس اللي هتكون معانا في الكورس فورس تريننج باذن الله، بديل مع شويه شركات وكده، وهرد عليكم في الموضوع ده. والكورس في الاخر هيكون فيه سيرتيفيكت، شهاده معتمده من اونلاين اكاديمي فارما كامب اللي هي الاكاديمي بتاعتنا وليها البيج على الفيسبوك. ده كده بالنسبه للكورس كونتنت، وده اللي عايزك الستبس اللي انت تذاكر بيها. ده لو انت حابب تاخد الكورس، لو حابب تاخد الكونتنت. طيب يا دكتور انا عايز، مش حابب اللي انا اخد الكورس، او مش حابب اللي انا اخد الكونتنت وهذاكر مع نفسي، هقول لك تمام انا معاك برضو هساعدك، اكيد مش هسيبك عشان انت مش هتاخد الكورس. يعني في شويه ابلكيشنز كده عايزك تنزلها على الموبايل، وفي شويه ويب سايتس هنتكلم عنها دلوقتي وهقول لك ازاي تدور فيها. طيب سمي الله كده. اول حاجه يا دكتور، انت شفت علبه دواء في الصيدليه، عايز تعرف هي علبه الدواء دي بتعالج ايه بالظبط، فهتدخل اول حاجه على موقع اسمه بي دي ار. اول خطوه قبل ما تدخل على موقع بي دي ار، استنوا هشغل لكم الشير سكرين. هي فصلت الشير سكرين ولا شغاله يا شباب؟ فصلت. طيب اول حاجه عايزك تحمل ابلكيشن على الموبايل اسمه دراج اي، اعتقد اغلبكم عارفه، يعني مش محتاج اللي انا اتكلم عليه وهقوله برضو عشان الناس اللي ما تعرفوش. بصوا يا شباب، فكره دراج اي ده الموبايل اهو، ده الابلكيشن. تمام، استنوا كده، طبعا مش باين اي حاجة. تمام، ده يعني بحاول اقلل البرايتنس بس.
ده الابليكيشن، تمام؟ هتدخل كده هتدوس ستارت اوف لاين ليتر. اول حاجه بتختار انت عايز تعمل سيرش على الدواء بايه، ممكن تعمل بالتريد نيم، ممكن بالجينيريك نيم، ممكن باي حاجه. التريد نيم ده اللي هو الاسم التجاري، فانت لو هتسيرش على اي دواء في المواقع او في الريفرنسز اوعى تعمل سيرش بالاسم التجاري. ليه؟ الاسم التجاري ده عندنا في مصر هنا، وممكن يكون منتشر في كذا دولة بس مش على مستوى العالم. فمثلا السيفترياكزون عندنا في مصر باسم سيفترياكزون، عندنا باسم روسفين، عندنا باسم كذا حاجة. هل بره موجود بنفس الاسماء؟ لا. فانت اول حاجة مثلا هتيجي، انا شفت ده في صيدلية اسمه الروسفين، فهتقوم جاي هنا مثلا في الانبوت هتكتب مثلا انت عايز تعرف اسم المادة الفعالة ايه، هتقوم كاتب مثلا روسفين، هيطلع لك تحت كده بالاخضر اسم الدواء اسمه سيفترياكزون، ده الاسم اللي هناخده هنعمل سيرش بيه. شكرا يا دراج اي، مهمتك كده انتهت، مش عايز من دراج اي غير كده. عايز تعرف البدائل برضو من دراج اي، ده البدائل في السوق المصري، السعر من دراج اي، ده اللي عايزه من دراج اي، لكن تعتمد عليه بقى في معلومة لا. انت كده جبت منه، دخلت له الاسم التجاري، دخل لك اسم المادة الفعالة، هتجيب اسم المادة الفعالة هندخل بيها على موقع اسمه بي دي ار، موقع تاني اسمه دراجز دوت كوم و ميدسكيب، وهقول لك كل واحد بيعمل ايه دلوقتي، وابليكيشن عندك على الموبايل اسمه جين براندكس. لحظة هفتح لك الشير سكرين كده عشان نتابع بنعمل ايه في دراج اي. دراج اي بتدخلي له اسم التجاري عشان تجيبي منه اسم المادة الفعالة. لحظة حاضر هفتح لكم الشير سكرين. هو دراج اي بس لمصر ما لدول تانية؟ بص في كذا حاجة لدول تانية، في زي في حاجات اي جي دوز، في بص انت ممكن برضو لو دول تانية، انت دولة يا دكتورة ما انا اقولك. يعني طبعا في الإمارات. انت حاليا في الامارات، بصي في ادويه كتير جدا ما بين الامارات ومصر مشتركه، فانت في الاغلب هتلاقيها على دراج اي. طب لو ما لقيتهاش سيرش باسم الدواء على جوجل او على ابلكيشن اسمه جين براندكس، بس ده للاسف مش موجود على الايفون، وهيطلع لك الاسم الفعال بتاع الدواء، او هتلاقي تحت في العلبه الاسم التجاري وتحتها على طول الاسم الماده الفعاله، دي اللي هنعمل سيرش بيها. بس انا بقول ليه نستخدم الابليكيشن، عشان ساعات بيشنت ما بيجيبليش العلبه، بيشنت يجي يسالني دكتور هو انا الدواء ده بتاع ايه، فماني؟ فانت ما تعمليش سيرش بقى باسم الايه، باسم الدواء، بنسيرش باسم الماده الفعاله. طيب تعالوا نسمي الله كده، ندخل اول حاجه على البي دي ار. الشير سكرين شغاله يا شباب، انتوا شايفين انا بعمل سيرش على ايه؟ دكتور بدي اعمل دلوقتي. طيب بي دي ار، اول حاجه احنا انسى بقى اسم الايه، الاسم التجاري، احنا دلوقتي عايزين نسيرش باسم الدواء. فانت هيجي كده تايب دراج نيم، هنكتب انهي دراج نيم يا جماعه، اللي هو الجينيريك اللي هو الاسم الماده الفعاله. فاحنا مثلا طلع لنا الروسفين اسمه سيفترياكزون، تمام؟ فانا هقوم كاتب كده سيفترياكزون واقوم عامل سيرش نيم. هو بيعمل لودنج، معلش بس النت، على ما يعمل لودنج هنخش برضو على دراجز دوت كوم اقول لكم بتتعاملوا معاه ازاي. بص رجعنا تاني البي دي ار، عمل لودنج اهو، جاب لي اسم الدواء جنبه دراج ريسورسز ودراج سامري. لا انا هدخل على الدراج سامري، دخلت على الدراج سامري جاب لك كل حاجه عن الدواء هنا، الادمنستريشن، الادفيرس رياكشن، البراندز نيم اللي يعني التريد نيم موجود في ايه، في ايه ديسكريبشن، الدوزج اند انديكيشن. انا اهم حاجه بدور فيها الدوزج اند انديكيشن، يعني ايه؟ يعني يا دكتور هو بيتاخد بجرعه قد ايه وبيتاخد لايه، يعني بيتاخد لانهي مرض. وفي حته كده في بي دي ار الصراحه مميزه اللي هي الماكسيمم دوزج، بيتاخد اقصى حاجه بقد ايه يدخل الجسم والميكانيزم اوف اكشن. فانا مثلا عايز اعرف الدوزج والانديكيشنز بتاعت الدواء، هقوم دايس على الدوزج اند انديكيشن، جاب لي كل حاجه على الدوز بتاع الدواء وبيتاخد في حاله ايه. يعني مثلا على سبيل المثال تعالوا كده نبص الدوزج اند انديكيشن، قال لي بيستخدموه في البكتيريميا وفي السبسس،
وهنعرف الكلام ده كله، ايه هي البكتيريميا وايه السبسس، ده في شرح الكورس باذن الله. قال لك بيتاخد من 1 تو 2 جرام اي في، يعني بيتاخد جرام لغايه 2 جرام مسموحين كل 12 ساعه لكل 24 ساعه. يعني لو اتكتب كل 12 ساعه مظبوط، اتكتب كل 24 ساعه مظبوط. ولو يا دكتور واحد جاي لك في حاله سبسس، يعني تسمم بكتيريا في الدم، لازم تبدا معاه ده within 1 hour for septic shock. يعني ايه؟ يعني عنده بكتيريا في الدم دخلته في حاجه اسمها سيبتك شوك في الحاله دي، وهنعرف ايه هي السيبتك شوك بالتفصيل باذن الله. يعني تاخد المضاد الحيوي within 1 hour، تمام؟ طيب في الانفنت بقى، ده لازم تاخد بالك في حته الانفنت والبريماتيور او اللي هو النيونيت في الطفل، او اللي هو الاطفال اللي في الحضانات النيونيتس اللي هي الرضع. في الاطفال جرعته ايه؟ دايما جرعه الاطفال بتتحسب ملي جرام بالكيلو جرام بير دوز. يعني ايه؟ يعني دايما لازم يكون عندك الويت. فلو مثلا طفل وزنه 10 كيلو، هنا الدوز بتاعته قال لك 50 ملي جرام بير كيلو جرام، يعني 50 ملي جرام للكيلو. طب هو وزنه 10 كيلو، يبقى هياخد قد ايه يا جماعه؟ هياخد قد ايه؟ 500 ملي جرام. انت بقى تشوف ال 500 مللي جرام دول يعادلهم كام مللي في السرنجه؟ ما انت ده مللي جرام، عايزين نحوله لملي لتر. الكلام ده برضو والتحويلات دي هتكلمك عليها في جزء السيفس باذن الله في الكورس. فده كله ازاي تدور في المونوجراف بتاع الدواء. طيب عايز تشوف دراج انتر اكشن، هتدوس على كلمه دراج انتر اكشن، هيقول لك الدواء ده ما ينفعش ناخده مع ايه؟ اشهر حاجه الكالسيوم. طيب هل تعرف ان في محلول اسمه الرينجر؟ حد عارف الرينجر يا جماعه او شافه في الصيدليه؟ الرينجر ده بيكون محلول فيه كالسيوم، فعشان كده يقول لك ما ينفعش لو مريض عندك في المستشفى معلق له محلول رينجر تحط السيفترياكزون مع الرينجر. ليه؟ لانه بيتفاعل مع الكالسيوم، سواء كالسيوم جلوكونيت، كالسيوم كلورايد، كالسيوم اسيتيت. كل دي تفاعلات ميجر. يعني ايه التفاعل ميجر؟ يعني بنسبة ازيد من 90% هيحصل ويرسب، وممكن كمان يعمل بلوكج في الاي في، يعني ممكن يسد لي الوريد ويعمل مشاكل بالهبل للبيشنت. قال لك ما ينفعش يتاخد مع اللوب دايوريتك. طب ايه هي اللوب دايوريتك؟ هنتكلم عليها في سيشن الدايوريتك اللي هتكون تابعه لسيشن الهايبرتنشن، نوع من انواع مدرات البول. بس الرياكشن ده ماينر. يعني ايه رياكشن ماينر؟ يعني مش بيحصل مع كل الناس، رياكشن ضعيف بيحصل مثلا نقدر نقول في 20%. ما ينفعش يتاخد مع الاورال كونتراسبتيف، وده نوع الانتر اكشن مودريت. فهنا بيقول لي ما ينفعش يتاخد مع ايه؟ وصلت ولا لا؟ طيب دكتور انا جات لي روجيتا طويله عريضه، هل هفضل بقى اجيب كل دواء واشوف الدراج انتر اكشن بتاعته واشوف هل الدكتور كاتب لي الكلام ده ولا لا؟ قال لك لا، خش على ميديسكيب. في حاجه في ميديسكيب هتلاقيها اول ما تكتب على جوجل ميديسكيب، ظهرت لك كده حاجه اسمها دراج انتر اكشن تشيكر، دخلها فتحت. ده كنز بالنسبه للصيدلي. ليه يا شباب؟ هتدخل اول حاجه كده اسم المواد، في اهم حاجه الايه، ما تدخليش التريد نيم عشان ما تغلطش، اسم الجينيركس. فانت مثلا عندك سيفترياكزون، ما تدخليش مثلا بنادول، لا دخلي باراسيتامول، تمام؟ اي ماده فعاله تدخلها، تمام. اي ماده اسم تجاري ما تدخلهوش. هتدخلي كل الادويه هنا، مثلا هندخل كلمه سيفترياكزون، انا بدي لك مثال هنا على السيفترياكزون، ظهر لك دوس اوكي. وهندخل مثلا كالسيوم، واحد روجيتا جات لي فيها كالسيوم اسيتيت وسيفتريكزون، دخلت الاثنين مع بعض، ظهر لك ايه؟ كونترا انديكيشن، ما ينفعش الاثنين دول يتاخدوا مع بعض. ليه يا دكتور؟ لان هما بيعملوا كذا 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 كذا. طالما ظهر لك الانتر اكشن بالخط الاحمر ده، يبقى ده انتر اكشن ميجر، وهيقول لك ما ينفعش يتاخد ليه والسبب، ونعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ما تستخدمش ده مع ده. فهنا بيقول لك ما تستخدمش اي كالسيوم، ما تستخدمش اي رينجر عشان هيرسب. وصلت ولا لا؟ تقدر تدخل في الانتر اكشن تشيكر ده اي عدد من الادويه عايز تشيك عليها، حتى الادويه الهيربل، حتى الادويه الاعشاب تدخلها على الانتر اكشن تشيكر، بس اهم حاجه تدخلها بالجينيريك نيم. مش جايه معاك بي دي ار، مع انه من المواقع الممتازه، هقول لك سيب بي دي ار يا عم، تعالى على ميديسكيب، سوري دراجز دوت كوم، نفس الكلام. هندخل على دراجز دوت كوم اسم الدواء اللي احنا عايزينه، مثلا عايزين ندخل دواء، اقترحوا لي دواء من عندكم يا شباب نشيك عليه، مثلا اي اسم ماده فعاله بس في دماغك. اوميبرازول. اوميبرازول، نكتب اوميبرازول.
اوميبرازول دواء من البروتون بامب انهبيتور للمعده. فهيجي لك بص بقى اهم حاجه في دراجز دوت كوم، دراجز دوت كوم بيخاطب الصيادله وبيخاطب الجمهور، انت صيدلي حضرتك، فما ينفعش تدوس عليه كده على طول وتدوس على السايد افكت وكده، لا لا سيبك من ده كله. شايف كلمه بروفيشنال دي؟ دي اللي انت هتدوس عليها. فانت الدواء اهو دوس على ايه؟ بروفيشنال، ما تدوسليش على اي حاجه تانية. انت دوست على بروفيشنال، عيش حياتك بقى. هات الورنينج مثلا، هل لي وورنينج يا دكتور؟ قال لك في شويه كوشنز، في شويه سنسيتيفيتي، في شويه كونترا انديكيشن، كاتب لك كل حاجه عن الدواء، فهو مقسمها لك. عايز تجيب الدوزنج بتاعه جرعته اهو، الاورال ادمنستريشن ايه والاي في ايه، ويتاخد ايه في حاله الجرد مثلا، بيتاخد بجرعه ايه، وفي الاطفال اكوردنج للبادي ويت، لو واحد وزنه كذا بنديله جرعه كام، لو واحد وزنه كذا بنديله جرعه كام. طب ولو واحد عنده ايروزيف اسوفيجايتس، يعني ايه الاسوفجاس بتاعه الهايبر اسيديتي طلعت والاسيد اكل في الاسوفجس، نديله ايه ويتاخد بجرعه قد ايه؟ كل ده. طب لو في انتر اكشن نفس الكلام، بيقول لك الدراج ده بيعمل انتر اكشن مع كذا وبيعمل كذا كذا كذا، شارح لك كل الانتر اكشن هنا. طيب دكتور انا مش هعرف اتعامل بالويب سايت، حلو الويب سايتس اللي احنا اتكلمنا عليها لغايه دلوقتي يا شباب؟ طيب هقول لك بلاش الويب سايتس. في حد عايز يتكلم؟ هنفتح ميتنج طب اول ما يفصل بس ده نفتح ميتنج تاني. حاضر. في ابلكيشن عظيم جدا جدا اسمه جين براندكس، جين براندكس، هو مش واضح طبعا عشان البرايتنس بتاعت الموبايل. نفس الكلام اول ما تخش على جين براندكس كده، الناس اللي هتحمله على الموبايل هبعت لكم اسمه برضو كده، هتخش تحت كده هتلاقي في كلمة مونوجراف، دوس عليها. أول مرة هيطلب منك عايز تحمل أنهي مونوجراف، مونوجراف أنهي دولة، يو كي ولا يو اس فارماكوبية، ده بيحملك الفارماكوبية نفسه. أنت متخيل العظمة؟ الفارماكوبية اللي كنا نسمع عنها اللي هي مجلدات بقت على موبايلك في أبلكيشن، حملتها أول مرة. فنيجي مثلا على الأبلكيشن نفس الفكرة بس على أبلكيشن، فهنقوم كاتبين مثلا أومي برازول، اهو كتبنا اومي برازول، فكتب لك هل حضرتك عايز الاومي برازول لوحده، ولا الاومي برازول مع مثلا الاسبرين، ولا الاومي برازول مع مثلا النابروكزين. لا انا عايز مثلا يا دكتور الاومي برازول لوحده، فهتقوم عامل سيرش على الاومي برازول. كتبت سيرش على الاومي برازول، فهيقوم كاتب لك الكاتيجوريز دي كلها. عايز تعرف الادمنستريشن اورال بتاعه ايه، عايز تعرف يا دكتور الدوزنج بتاعته ايه، عايز تعرف هل بيأثر في الميتابوليزم وانزيمز الجسم ايه. تمام. طيب في مواقع تانية بقى عايزين نطلع منها الجايد لاينز زي ليجزي دوت كوم، الموقع ده مهم جدا، هكتب لكم اسمه اهو في المسج، اسمه ليجزي دوت كوم، بس ده بيتطلب على انك تكون مشترك اشتراك بريم. في موقع اقدر من خلاله اطلع الاستراكشر وكمان السايد افكت وغيره، كل ده موجود على بي دي ار ودراجز دوت كوم. بصي اي موقع فيه مونوجراف الدواء هكتب لك المواقع اهي، بي دي ار دراجز دوت كوم، وعندك ميديسكيب، وفي موقع كمان اسمه باب ميد. باب ميد ده لو حد عايز يجيب بابليكيشنز او بيبر يدور عليها. عندكم من ضمن الابليكيشنز المهمه اللي هي جين براندكس، دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. حد عنده أي سؤال يا جماعة قبل ما نفتح ميتنج تاني؟ معلش يا دكتورة الصوت بعيد، ممكن الصوت يبقى أوضح شوية أو تبعتيلي مسج كده؟ بصي الأسامي السايتس. طيب حاضر حاضر. طيب حد عنده اي سؤال او عنده استفسار لاي حاجة؟ طيب احنا هنطلع وهبعت لكم اللينك ميتنج تاني عشان ده هيفصل، بس اهم حاجة تدخلوا بسرعة عشان يعني في ناس تانية ممكن تدخل، يعني فاهمين، لان العدد كبير. اوكي.